فلينظر الإنسان مما خلق. الولادة هي تتويج لفترة زمنية عاشتها المرأة الحامل، طرأت فيها تغيرات على جسمها وعلى جنينها الذي حملته 9 أشهر في الرحم. وتتركز فرحة الأهل والأقارب عادة على المولود الجديد وعلى سلامة الأم التي يبدأ جسمها بعد الولادة مباشرة بالعودة التدريجية إلى وضعه الطبيعي بعد التغيرات التي طرأت على جميع أعضاء جسمها في فترة الحمل، وذلك إضافة إلى تهيئتها لتغذية رضيعها بالحليب الطبيعي الذي يتكون عندها نعمة من الله عز وجل. ولكن ما هي التغيرات الداخلية والخارجية التي تطرأ على جسم المرأة منذ لحظة التلقيح؟ إن نشوء الجنين ونموه من خلية تنشطر على نفسها حتى يصبح مخلوقا كاملا يتطلب من جسم المرأة جهدا غير عادي، وتنحدر البويضة الملقحة في ممر خاص لتلتصق بجدار الرحم، وقد يحدث أن تهلك البويضة وهي في طريقها هذا الذي يستغرق حوالي الأسبوع حتى تستقر في مكانها المرسوم. وخلال هذه الفترة لا تشعر المرأة بأي ظواهر بما يجري داخل جسمها حاليا، ولا يبدأ الحمل الحقيقي إلا بعد استقرار البويضة الملقحة على جدار الرحم، حيث يتم التحامها التام مع جسم الأم فتصل لجميع أعضاء الجسم عن طريق دم الأم الذي يمر بالرحم كما يمر ببقية أعضاء جسمها. ويبدأ المخلوق الجديد بالإعلان عن وجوده عن طريق الهرمونات التي يسببها والتي تنتشر من الرحم مع الدم إلى جميع أعضاء جسم المرأة لتعلمها بأن حالة الحمل قد تمت. وأول الأعضاء التي تستجيب لهذا النداء هي البويض والرحم. يعلم البويض بأن المكان المخصص للبويضة الملقحة في الرحم قد انشغل، ولم يعد هنالك مجال لاستقبال بويضة ملقحة أخرى تزاحم الأولى. ومنعا لمثل هذه المصادفات يكف البويض عن إنتاج بويضات جديدة حالما يتم الحمل، وبذا ينقطع الحيض. وهذه أول علامات تشعر بها المرأة وتدعوها إلى الاعتقاد بأنها حامل. ولكن انقطاع الحيض وحده ليس دليلا قاطعا على حدوث الحمل. وقد كان الناس منذ أقدم العصور يبحثون عن وسائل يستطيعون بواسطتها التيقن من حدوث الحمل، وقد لجأ قدامى المصريين مثلا إلى سقي الحنطة ببول المرأة، وكانوا يعتقدون بأن بول الحامل يعجل في نمو البذور. ولجأ العلم الحديث إلى استعمال البول أيضا في حقن الفئران أو الضفادع، فتظهر عليها علامات معينة عندما تكون المرأة حاملا. كل هذه الطرق أصبحت الآن قديمة، وصار الأسلوب المعتمد هو خلط البول مع عناصر كيماوية ذات تفاعل معين معه، ويكون الحمل مؤكدا إذا بقي المزيج أبيض ولم تحدث فيه تقطعات.
بعد أسبوعين من الحمل يصبح طول الجنين 5 مليمترات، ونراه واضحا هنا مع الحبل السري الذي يربطه بالأم وتحيط به المشيمة. ويتحتم على الحامل من الآن أن تتجنب الأمور التي تؤثر في جنينها، وعليها أن تعرف أن المواد التي تنتشر في جسمها تنتقل إلى جنينها أيضا. ومع نمو الجنين يزداد إفراز الهرمونات، فتحدث تغييرات في جسم المرأة ومنها عوارض خارجية قد لا تلفت النظر في البداية. ومن العلامات المبكرة التغيرات على الأغشية، إذ يتبدل لونها ويطرأ تغير على لون الجلد وتماسكه ورطوبته، ويتأثر الشعر أيضا في أثناء فترة الحمل. نرى هنا الغدة الشحمية والغدة العرقية، وتحدد إفرازاتهما كون الشعر دهنيا أو جافا. وعندما يقل إفرازات الغدة العرقية يصبح الشعر دهنيا. أما زيادة إفرازات العرق وهو ما يحدث في فترة الحمل فيؤدي إلى جفاف الشعر وتقصفه. يزداد وزن الحامل تدريجيا، وينمو صدرها نتيجة لنشاط غدد الحليب. وقد يرافق الحمل أيضا مصاعب هضمية، وذلك نظرا لتباطؤ حركة الأمعاء في أثناء فترة الحمل، لكي يتجنب الجسم الحركات الداخلية العنيفة التي قد تؤثر في استقرار الجنين في الرحم، ويؤدي تكاسل الأمعاء هذا إلى نوع من الإمساك الذي يجب معالجته بإشراف الطبيب وتجنب تناول المسهلات القوية.